كما ورد في التواريخ أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه هو الآخر بعد رسول الله والفريد في التاريخ كرسول الله صلى الله عليه وآله لما استشهد وكان رئيسا للحكومة الإسلامية في طول بلاد الإسلام وعرضها ذلك اليوم من عمق أوروبا إلى عمق إفريقيا وفي الشرق الأوسط في العشرات من الدول في خريطة العالم اليوم. لما استشهد أمير المؤمنين صلوات الله عليه أيضا كان مديونا. وقد ورد في الأحاديث الشريفة وفي التواريخ أن أمير المؤمنين كرئيس حكومة يستشهد أن المذكور في التاريخ أنه كان مديونا 800,000 درهم، 800,000 دينار القوة الشرائية لها في ذلك الزمان كان بقيمة 80,000 دينار ذهب، و80,000 دينار ذهب كان أكثر من 250 كيلو ذهب، والذهب في ذلك اليوم كانت القوة الشرائية له أكثر وأكثر بكثير من هذا اليوم. أحيانا كان يباع ويشترى 5 خرفان و10 خرفان بدينار واحد كما ورد في التواريخ وفي الأحاديث الشريفة. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يستشهد وهو حاكم على كل البلاد الإسلامية، هو الحاكم الأعلى، هو الرئيس الأعلى، هو الإمام بالحق على المسلمين جميعا وعلى البشر كلهم، مع ذلك يكون مديونا بهذا المبلغ الكبير. ثم ما الذي ترك أمير المؤمنين بعد استشهاده في حوزته الشخصية لعائلته ولأولاده؟ انظروا إلى التاريخ، التاريخ يقول لم يكن لأمير المؤمنين صلوات الله عليه شيء يؤدى به ديونه، حتى أن الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه بعد استشهاد أبيه أمير المؤمنين وقع في عناء حتى أدى هذه الديون، هذا الكم الكبير من الديون.